الخبر هو اللي عدنا. اوكي اتوقع انه هواي سكتنا وحال الان الوقت انه نحرق السوشيال ميديا بيسان انس وام بيسان. طبعا ما يعرف شو اللي صاير خلاف الكبريتات القاعده كلها اللي هي كلها اساسا ظلم ومن تحريض اليوتيوبر عليا، ولكن الموضوع يوصل انه يسجنون عمار يدخلون للسجن ايضا ظلم. اتوقع انه هذا الموضوع لازم يسكت عليه وفعلا الموضوع قلب مسخره. خليني اشرح لكم القصه من البدايه. فطبعا عمار هو كان صديق انس الشايب من عمره 13 سنه، هو كان يصرف عليه وعلى اهله اكثر من 100,000 دولار. قوم انه انس الشايب نكر هذا المعروف وصار يسب عمار وصار يسب على امه وحطيت هذه الفويزات قبل، ورغم هذا تم النصب على عمار من انس الشايب وعمه. هو كان ساكن بتركيا، طلبوا من عدن انه يرجع للاردن عمود يحلون المشاكل اللي بيناتهم. اول ما رجع دخلوه للسجن ظلم، طلبوا من عدن يمسح كل مقاطع وانه يطلع فيديو يعتذر عمود يطلعوه من السجن هم اساسا دخلوه ظلم. الصراحه فعلا الموضوع حاليا صار مين سكت عنه ابد. فاذا بيسان وانس وامها ما قادرين يردون على الفضائح اللي قاعدين يشروها كل الاشخاص بالسوشيال ميديا، ما قادرين يردون على الموضوع يروحون يدخلوهم للسجن عمود يسكتوهم. الصراحه فعلا الموضوع صار مسخره مو سوشيال ميديا. حاليا حبايب انا اعلم من هذا المقطع الاقوى هاشتاج لحنا لنا واللي راح يكون هاشتاج حق عمار اقرب. هذا الهاشتاج يا حبايب نريد ناخذه ونشرب كل مكان مقاطع بيسان انس الشايب وبكل مواقع السوشيال ميديا. لليوم عمار مظلوم، راح احطكم رابط قناته بالوصف، روحوا شوفوا رابط قناته اذا هو حاكي كلمه على بيسان او امها عمودهم يرفعون عليه قضيه. وطبعا طارق الباشا نزل مقطع على قناته وفضح بي بيسان وامها وكل الاشخاص، وصارت مكالمه واحد من اقارب عمار اللي هو من داخل السجن. وصلنا الرساله، هذه الرساله حتكون على مقطع طارق، روحوا شوفوا عمود تسهموا رساله عمار هو حاليا بالسجن. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاليوتيوبر اللي عدنا هو احمد ابو الرب. فاحمد ابو الرب نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوري تعلم من خلالها راح ينزل مقطع باكر واللي راح تكون فكرته انه مقطع اسئله يرد بها على نفس الاسئله اللي كان يسالها قبل سنه او سنتين ويرد عليها حاليا، راح احطكم الستوري تشوفوها. فبكره في فيديو حلو، الفيديو كالاتي: انا بجاوب اسئله عادي بس نفس الاجوبه شو عم بحكي. المهم انه بجاوب نفس الاسئله هاي السنه والسنه الماضيه والسنه اللي قبلها، يعني 3 سنين. والحلو يعني قبل سنتين انا كان عندي يمكن 10,000 متابع، قبل سنه كان عندي 400,000، هسه الحمد لله 3 مليون. فبتشوفوا كيف التطور تبعي. بكره الفيديو يوم الجمعه فترقب. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو جو حطاب، وصل قناته باليوتيوب لل 7 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات. الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد جواني وتهجم على بيسان وانس الشايب بسبب نزولهم لهذا المقلب اللي هو كان تمثيل الكل يعرف، مثل هذه اللقطه اللي اساسا تبين الموضوع بالكامل لما طفى التليفون شلون انه الكاميرا بوجه انس اللي هو اساسا اللي يصير بالمقلب. فمحمد جواني زعل على سبب الانستغرام بث مباشر، وبهذا البث المباشر يقول انس وبيسان نزلوا مقلب، لو مقلب كله تمثيل وما يستخفون حاليا بعقل المشاهد ويضحكون على الاطفال يجيبون مشاهدات، هو اليوتيوب حذف له فيديو. الفيديو بي مالته كان بشيء حطكم الستوريات كامله شوفوها. الكاميرا هيك عم تلفها الغير تروح تنام مع التخت، تمام؟ هذاك الوقت الفيديو طلع كان ترند ما عنده مشكله، ومبين كذب الفيديو ومبين الكاميرا قدامك، ما عادي يعني نحن كمشاهد نحن نحن ايش ما لنا شايفين الكاميرا، بعمرنا ما شفنا. واو مقلب يا واو. اخي اخت السوشيال ميديا اذا ما صارت تافهه الله يرحم. اي 2015 و2016 لما كنا بعزنا ما كنا يا اخي، والله العظيم فشت قهر هذا البث المباشر، بس والله العظيم ان السوشيال ميديا صارت تافهة والله العظيم. والله ايام زمان كنا ننزل محتوى اليوتيوب يقدروا محتوى عادي، حاليا اليوتيوب بيجبركم الفيديوهات اللي بتخري، تمام؟ اليوتيوب بيجبركم الفيديوهات اللي بتخري والترند الاخرى لسه، معلش اسف على الالفاظ، بس اليوتيوب عم بيجبركم لهذا الشيء. اليوتيوب عم يجبرنا لهذا الشيء. واو عاملوا مقلب، واو على اساس يا خرا مو شايف الكاميرا قدامهم على اساس. واو طلع ترند. شو ترند ولا تحدي شو؟ تحدي مين بيحزر اصبعات اجره وين؟ مين بيحزر اطفره مبين ولا لا؟ يا اخي شو هالبياخه هي؟ شو هاد؟ والله العظيم محتوى اليوتيوب صاير اتفه من التفاهه. منقدم محتوى حلو مضحك للناس عشان تضحك، بوقفوا لك يا ان شاء الله ما تزعل. مو زعلان يا جماعه، فشت قهر. انا مو طولكم على عائلتي، انا حابب اني افتح بس مباشر وفش قهري. يجي اليوتيوب يحذف لك الفيديو، ليش؟ ما حدا بيعرف. هيك حذف لك الفيديو هيك. طب شو في الفيديو تحذف لي اياه؟ ليش 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 حذفته؟ ليش؟ اي شو المشكله بالفيديو؟ هيك اليوتيوب حاج اجى على باله هيك، اليوتيوب ياكل خرا ويحذف الفيديو. ليش محتواك مو تافه؟ ليش محتواك ما فيه مشاكل؟ ليش محتواك ما فيه رد على فلان وعلان؟ لازم تعمل فيديو يا جماعه. فيديو 52 دقيقه بنزله الساعه 1 بالليل، اليوتيوب ما بيحسبه وبجيب مليونين مشاهده. ليش؟ لانه تافه. فيديو تافه فيه قصه ناس تافهين، وفيديو مضحك نزلته هلا بكير وضع بكير والناس موجوده حذفوا اليوتيوب اول 9 دقائق. عشان تعرفوا ان اليوتيوب عم يدور على التفاهه.
عشان تعرف ان الشعب عم بدور على التفاهه. طبعا مو الكل، انا عم بحكي على الناس فهمان عن شو عم بحكي. انا بشرفكم عم بحكي شيء غلط يا جماعه، بشرفكم عم بحكي شيء غلط. والله العظيم الواحد احتار، الواحد احتار شو يعمل. وصلوا يا حبايبي اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايك بهذا الخبر، وبتهجم محمد وانا على بيسان رينس الشايب. الخبر الرابع اللي عدنا عن نورمار والمصيبه اللي صارت وياه. فمن نورمار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان كاتب بيها قلت مصيبه بالغلط، وبعدها بالستوري الثاني كتب رحت عند الحلاق قلت له خفف لي شوي ونمت فجاه، واخر شيء قال انه راح كله رجع قصير كثير ندمان كثير. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل تتوقعون انه نورمار يسوي مقلب متابعينه او هو فعلا حقيقه؟ وصلنا هنا وصلنا المقطع، من المقطع عجبكم لا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تشتركوا في زي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.